الجلاش من الحاجات الجميله قوي، لكن في تريكه صغيره قوي كده هنعرفها واحنا بنشتغلها هيطلع زي الموجود في المحلات بالظبط. لف الجلاش، زبيب وجوز هند، كوبايه زبده، فنجان زيت، القطر بقى بتاعنا كوبايتين سكر وكوبايه ميه ورشه فانيليا صغيره قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده المكونات مستعرضه قدام حضراتكم اهي. احنا مش هنبتدي غير لما حضراتكم وعينكم تتملي من المكونات اللي قدامنا. يلا خلونا كمان وهناخد كمان، عايزين محتاجين كمان حله صغيره، حله صغيره علشان نعمل فيها القطر. احنا قلنا القطر صح، خلينا نقوله تاني، كوبايتين سكر وكوبايه ميه ورشه فانيليا. القطر من الحاجات اللي هي المهمه قوي ان احنا نعملها ازاي. القطر لازم يتعمل سخن ويتسقي بيه سخن، الجلاش ده سخن وده سخن علشان تلاقيه كريسبي وفي نفس الوقت لونه احمر وحلو قوي وهيعجبكم. طيب يلا خلونا نعمل الخلطه بتاعتنا الاولانيه. الخلطه بتاعتي مكعبين زبده، الاول هسيح الزبده دي كلها لان الجلاش محتاج زبده تكون سايحه، وهاخد منها بقيتها. نجيب صينيه حلوه، الصينيه دي خلونا كمان نجيب الحلة بتاعتنا اهي موجودة عندي. القطر بتاعي شوية سكر، كوبايتين السكر وكوباية المية، عايزه قطر خفيف، شوية الليمون بس. دي الزبدة اللي احنا هنشتغل بيها، وناخد شوية زبدة صغيرين قوي اللي احنا هنعمل بيهم الزبيب، هنقلبه بس تقلبتين صغيرين بس. بعد كده هنحط، هنرفعه من على النار خالص، وهنحط معاه جوز الهند الحشو بتاعنا الجميل. هنحط مع الزيت ده الزبدة، تعالوا بقى اقول لحضراتكم التركاية البسيطة قوي اللي احنا بنفتقدها في الجلاش. طبعا وببتدي افرد الجلاش بتاعي كده بالشكل ده، التركية اللي انا عايز اقولها لحضراتكم ان احنا ساعات لما بنيجي ناكل الجلاش تلاقوه ماسك في قلب بعضه ومش مورق وما بيبقاش تحسوا ان هو عامل زي اللقمه كده. الفكره بقى في ايه؟ الفكره هقول لحضراتكم دلوقتي ان احنا لما بنيجي نحط الورقه الثانيه للجلاش بنحط شويه ميه صغيرين. طيب الميه دي بتعمل ايه؟ الميه دي بتعمل عباره عن بخار، وهو بيستوي في درجة حرارة عالية 200، فبيعمل ايه؟ البخار يطلع فيخلي ورقة الجلاش تتنتر من الناحية التانية. المية مع الزيت مع الزبدة بتخلي في عملية توريق. هي دي تركاية صغيرة قوي اللي لما حضراتكم هتعملوها بالشكل ده هتلاقوها بالظبط زي اللي موجودة في قلب المحلات. يلا خلونا نعمل كمان الشكل ده كده. أول ما بعمل الأرضية بتاعتي ببتدي أحط الزبدة بتاعتي بالشكل ده،
بالشكل الجميل ده كده. مهم قوي ان احنا يكون الزبده والسمنه كتير، سواء بقى ممكن سمنه بلدي، زبده صفراء، زيت لو ما حدش او حد عايز ياكله صيامي. تونا نقلب. ممكن نضيف عليه قرفة، ممكن نضيف عليه شوية حبهان، ممكن نضيف عليه فانيليا. حط كمان الحشو بقى. ممكن أحشي زي ما أنا عايز، أهم حاجة الفكرة بس في إن إحنا نعملها زي ما أنا بقدمها لحضراتكم. ممكن نعمل شوكولاتة، ممكن نعمل كريم بسري، فريش كريم بسري، ممكن نعمل الكاسترد بيبقى حلو قوي. حط الورق ده، مش هننسى الورق ده كمان. اراعي كمان ان انا ما اضغطش عليها قوي. وهنا شويه الميه، ما انساش الميه. كل 3 4 ورقات كده اقوم حاطط شويه ميه صغيرين، هيطلع معايا هش وفي نفس الوقت كريسبي من بره. هنحط الحشو بتاعنا. هنراعي ان الحشو ما يبقاش بره، هنخليه في قلب الوسط كده، نحطه كده. تعالوا بقى وهنا كده كده احنا عاملينه بزبده، نقفل كمان. الجلاش ده كمان ممكن بالمناسبة بنفس الطريقة دي نعمله بلحمة مفرومة، بيبقى حلو قوي. نقسم دي كده علشان تبقى سهلة معانا، عشان هنبتدي نقفل الجلاش بتاعنا. ناخد دول كمان. اخر بقى طبقتين، وهي بعد ما بحط الزبدة بدهن من فوق من على الوش عندي مية، حط الزبدة كتير. بالشكل ده دول كده بقى اللي هقفل بيهم الجلاش بتاعي. بالشكل ده التركايه بقى الصغيره اللي احنا قلنا عليها لحضراتكم. ان انا بعمل ايه؟ بجيب الميه دي، بتديهم ميه ميه، حط ميه
علشان اعرف اقطعها فتطرى معايا، وفي نفس الوقت لما تيجي تتحط تتعرض لدرجه حراره عاليه في الفرن ايه اللي يحصل؟ ما تنشفش، ولغايه ما الميه اللي موجوده فوق على الوش دي تطير تكون هي استوت كويس جدا وما تنشفش وتتحرق مني. ابتدي اعمل ايه؟ هقطع الجلاش بتاعي بالشكل ده، قبل ما ادخله الفرن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهسقي بقى كل الزبده دي كلها للجلاش بتاعي. قبل ما نطلع الفاصل هندخل دي طبعا الفرن، لكن هنبص على القطر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده، بحاول ادخل الزبده والزيت بتاعي في قلبها.